السلام عليكم، سألو تميم التمرين الخامس، قالوا لي في السؤال الثاني عطاونا تعبير ديال الدالة الخطية جيل إكس تساوي 3 على 2 إكس، طلبوا مني في جوج أليف لنحسب الجيل الرابع وأنشئ تمثيل مبياني للدالة الجيل هو دلتا والمستقيم دلتا. إذا لحساب الجيل الرابع لدينا جيل إكس ماذا تساوي؟ عطاونا 3 على 2 إكس. إذا كما درت عاد دابا نعوض الجيل 4، إذا كتساوي يعني إكس عوضتها ب 4، إذا تا هاد إكس غادي نعوضها ب 4، إذا غتعطيني أسيدي الجيل 4 تساوي كتمشي هنا 2 مع 2 تتبقى 2، الإختزال ب 2، يعني أنا عندي هنا الضرب، راه مكنختزلش في ناقص وما كنختزلش في زائد، كنختزل دائما فاش يكون عندي الضرب، هي 3 في 2 ليا 6. إذن الجيل 4 تساوي سي 6. بهذه النقطة نيت، هذه النقطة اللي خرجت لينا الجيل 4 كتساوي 6، هذه النقطة، النقطة الإحداثية طبعا 6، بها غادي ننشئ المستقيم دلتا، بها غادي ننشئ المستقيم دلتا، لأن يعني الدلتا غادي يمر من النقطة 4 وجي 4، 4 وجي 4. إذن غنمشي للميبيان ديالي الأول اللي كنت بديت فيه في السؤال 1 ألف، غنمشي عندو اللي كنت رسمت فيه المستقيم ديال دي، غنرسم فيه المستقيم بعدا المستقيم دلتا. إذا غنرسم نقطة قلنا 4 6، هذا 4 6، هذا هو الأفصول وهذا الأرتو، هذا الأفصول هذا أرتو ديال داك النقطة، عندنا صورة الأفصول هو الأرتو، صورة الأفصول هو الأرتو بالدالة الجي. إذا كنمشي موازي كما قلنا قبيلات، كنمشي موازي لمحور، لمحور الأراتيب من 4 ونطلع، سمح عندي المسطرة شوية صغيرة، سمح، ثم نمشي موازي لمحور الأفاصيل ونرسم الموازي لمحور الأفاصيل في 6. وتكون هذه هي هذه النقطة اللي تنقلب عليها 4 6، هذه النقطة ديال الإحداثية طبعا نسميوها مثلا سي، عطاونا في الأول أو بين سميناها مثلا سي. إذا بما أن عندي أنا الدالة فهي دالة ماذا؟ دالة قلنا خطية، فالدالة الخطية تمر من أصل المعلم والنقطة اللي كتنتمي ل تمثيل المبيان اللي قلنا لي هي 4 6، نحاولو نيجو شوية وصافي، نيجو شوية باش نجيبو مية في المية. إذا غيكون هدا هو التمثيل المبياني للدالة جي، اللي هو ماذا؟ هو المستقيم دلتا، يمر من أصل المعلم ويمر من نقطة 4 6 اللي لقيت هنا، الجيل 4 6، يعني ذاك الإحداثية 4 6، ونكون بذلك تممت السؤال رقم 2 ألف. في السؤال 2 باء شنو قالوا لنا؟ حل أوجد الصورة، أو عفوا طالبين مني نلقى النقطة اللي تكون عندها نفس الصورة بالدالة اف و جي، النقطة اللي عندها نفس الصورة بالدالة اف والدالة جي، بمعنى خاصني طلبوا مني جبريا و مبيانيا. انا غنبدا بالمبيانيا وندوز للجبريا ان شاء الله. مبيانيا اش كندير؟ كنطول المستقيمين دي و اف و الدلتا ديالي، كنطولهو تتلقاهم كيتقاطعو في واحد النقطة، هاديك النقطة هي اللي كنسقط على محور الأفاصيل ونسقط على محور الأراتيب ونلقى التقاطع ديالي. بطبيعة الحال أنا رسمت بيدي في الأول هاد محور الأفاصيل والأراتيب، مغاديش يكون يعني 100% داكشي لي يخرج لي جبريا، تكون النقطة ديال التقاطع هي هادي مثلا، نسميوها مثلا ألفا بيتا مثلا، تا
تنشوف جبريا شعلات خرجتي، انا ما عارفش انا بالضبط شعلات خرجتي. اذا باء غادي نلقى فين كيتساوى، فهي غتكون عباره عن اف ليكس تساوي جي ليكس. ما انا اف ليكس تساوي جي اكس، يعني اف ليكس هي جوج اكس ناقص واحد، شنو هي جي اكس؟ هي 3 على 2 اكس. هذا هو المعنى ديالها، هذا هو المعنى ديال ان النقطتين لهما نفس الصوره، يعني ان اف ليكس تساوي جي ليكس. كنعوض اف ليكس بالقيمه ديالها ونعوض جي ليكس بالقيمه ديالها، هذا هو المعنى ديال السؤال. من بعد كندوز المجاهيل الجي والاعداد الجي، كتجينا هي 4 اكس ناقص 3 اكس على 2 كان واحد المقام تساوي 1. هي 4 اكس ناقص 4 اكس ناقص 3 اكس هي اكس على 2 تساوي 1، هي اكس كتساوي 1 في 2 اللي هي اكس تساوي 2. سميت هذا دقيق، لقيت دابا ما يسمى بالاوفصول. الارتوب يكفي نعوض في وحده فيهم، ارتوب قلنا نعوض في وحده فيهم ولدينا. دابا لقيت المجهول الاول اللي هو الاوفصول، دابا كيف نلقى ارتوب؟ ولكن النقطه اللي عندي بها الغرض هي هذه، هي اثنان. خصني تقاطعوا لي في النقطه اثنان، بجوج منهم خصني تقاطعوا لي في النقطه اثنان. تما فين كاينه اف اكس كتساوي جي اكس، ان يعني ان لي فين كيكون الدالتين هذاك العنصر عنده نفس الصوره بالدالتين، عنده نفس الصوره بالدالتين هي اكس يساوي اثنان، يكون هذا هو العدد المطلوب. بالنسبه لي لهذا المبيان ما خرجليش، داكشي اللي خصني يخرج لي، خرج لي جيت 3.5، هذا خطا، راه خطا، لان رسمت انا هنا بيدي ولاحظتوا بان هنا الوحده كبيره على هنا، لاحظوا هنا كذلك هنا صغرتها باش المبيان يتسقاد لي باش نصوبو، باش نبين لكم كيفاش كنمشيو المستقيمين اللي هما التمثيل المبيان للدالتين اف اش جي. داو علاش؟ ما هي في الحقيقه كان التقاطع يجي هنا في هذه الجهه، هنا التقاطع يجي مع هنا، يتقاطع المستقيمين بجوج، لا هذا ولا هذا يتقاطعوا لنا هنايا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.